السلام عليكم لكل اللي يتمنى الخير وكل اللي بيحب الخير للناس. إيه النهاردة يا جماعة؟ تكملة للجزء الثاني مع ذبابة الجندي الأسود. ده طبعا الطبق اللي احنا كنا مصورينه امبارح مع الفرق طبعا الشاسع في الحجم. طبعا النهاردة شوف الحجم فرق ازاي، لذلك انا بقول الكوبشة بتاعت امبارح كفيلة ان هي توصل لحد 4 كيلو. وبإذن الله هنعمل اثبات يومي ان شاء الله تعالى ان احنا بإذن الله يوم بيومه لحد ما نشوف من أول البيضة لحد ما نوصل لحد الإيه، لحد ما نوصل إن شاء الله للذباب الدورة كاملة إن شاء الله. طبعا يا جماعة إحنا هوت بنأكل لحد دلوقتي علي أصافي وفيه كوسة. كوسة لو حد مش عارف الكوسة ومعناها ممكن نشوف له معناها إيه، اسمها إيه في بلده أو في منطقته، عن الاتنين يكتب لي اسم ده إيه. دي كوسة يا جماعة، هم بياكلوا فيها بسم الله ما شاء الله، يعتبر نخلينها هوت. وبرضو هنعمل هجمات افتراسية من يرقات زبابة الكندي الأسود إن شاء الله، ولكن الافتراسيات دي هتبقى حاجة كده ترفيه لأعضائنا في القناة لكل اللي عايز يربي إن شاء الله تعالى. طبعا هنا في مقاسات مختلفة، لو خدنا بالنا في مقاسات صغيرة وفي مقاسات كبيرة. طبعا الطبق أو القارونة بتاعت امبارح ما كانتش نافعة خالص للتربية، حبينا نوسع، وهو برضو حاطين لها البيض بحيث تستكمل العملية تاني. هي العملية دايرة، طول ما هو في دبان ان شاء الله وفي بيض وفي يرقات فهي تبقى الدورة كاملة ان شاء الله تعالى. فده طبعا هنبقى مع بعض واحدة بواحدة لحد واحنا حتى لحد التأكيل، ونخش بعد كده في مشروع تاني وهنبتدي ان شاء الله، وهتبقى مفاجأة اول حاجة هنبتدي بيها. ولكن لو انتوا عايزين نبتدي بتربية اي حاجة معينة اكتبوا لي في التعليقات وانا عينيا الاتنين ليكم. واي حاجه برضو اتمنى في التعليقات تكتبوا لنا في التعليقات اي حاجه نفسكم تعرفوها تفهموها نبتدي في تربيه معينه، عينيا الاتنين ليكم اكيد. وان شاء الله تعالى ناوي اعمل لكم مسابقه باذن الله تعالى. اكتبوا لي برضو في التعليقات ايه المسابقه اللي انتوا تتمنوا ان احنا نعملها، وايه الجائزه اللي تتمنوا ان تكون موجوده معانا، عشان خاطر نخطط بنخطط لمسابقه كبيره جدا. اذا كانت الجوائز تبقى من المنتج بتاعنا، اذا كان بيرقات من ذبابه الجندي الاسود، او اي منتج تاني احنا هنقدمه، ولو كانت حاجه خارجه تحت امركم واي حاجه انتوا عايزينها يعني ما نقدرش نتاخر عليكم باذن الله تعالى. واي حد محتاج يشتري او اي حاجه انا عينيا الاتنين يتصل بس للاستفسار، انا تحت امره في اي حاجه وعينيا الاتنين ليكم ومش هتاخر عليكم في اي حاجه. السلام عليكم لكل اللي يتمنى الخير ولكل حبايبنا في كل مكان وكل حبايبنا العرب ولكل اللي بيشاهدونا، ونتمنى لكم الخير جميعا يا رب. ده يا جماعة بإذن الله يا رب استكمال للفيديو بتاعنا، حاجة بسيطة كده حابين نقدمها لكم عشان يبقى الاختبار عملي. ده الميزان وده الطبق بتاعنا اللي احنا بنعمل عليه الحلقة. هو وزنه دلوقتي 2 كيلو و200. ده يا جماعة بالطبق بوزن الطبق وبوزن العلفة اللي فيه، ولكن دوت بإذن الله يا رب عشان نستكمل الحلقة مع بعض لبكرة إن شاء الله. مع ألف سلامة.